عبر الهاتف ارحب بصاحب السمو الملك الامير عبد الرحمن بن مساعد رئيس مجلس اداره نادي الهلال. سمو الامير مساء الخير، اهلا وسهلا. مساء الخير اخوي رجاء، يا اهلا سمو تحياتي الامير. لك ولضيوفك الكرام. يا مرحبا سمو الامير. لا ادري ان كان لك تعليق اولا عن الحادثه التي جرت اليوم. والله فيني الضحكه من اول ما سمعت كلام الاخ حق الفيصلي ومن اول ما سمعت الموضوع، يا اقترح انه في المباريات الوديه القادمه يكتب ممنوع دخول المغاتير والاطفال، نرسل المدرب متنكر مثلا. يعني انا الحين المشكله هي وش، الحين المشكله انه يعني لو كانت مثلا المدرب ما راح يحضر تمرين مغلق، ما راح يحضر مباراه من غير جمهور، حضر مباراه وديه مفتوحه. صحيح. يعني ما هو مثلا لو كان مثلا مباراه من غير جمهور، طب فرضا المدرب ارسل سامي الجابر مثلا او ارسل احد من اللاعبين مثلا او ارسل احد مثلا، بلاش نقول احد من اللاعبين، نفترض مثلا انا مثلا اتصلت بالاخ فيصل ابو ثنين امون عليه وقلت له فيصل تكفى احضر مباراه الشباب والفيصل، وقل لي مثلا المدرب يبغى يعرف كيف، او مثلا عندي اصدقاء كثير خالد الشنيف مثلا، هل مثلا بيقولوا له انت مثلا جاي تشوف المباراه للهلال؟ يعني ايش هذا الصراحه، شيء يعني غريب غريب جدا. يعني انا لو كان عندي مباراه وديه في النادي مثلا ومفتوحه للجمهور اكيد برحب باي احد يحضر، ولو جاني احد مدرب الفريق اللي يلعب مثلا وقال لي انه والله انا ما حكمل الا اذا المدرب هذا مشى او فلان مشى، بقول له لا تكمل. يعني تصرف غير صراحه غير مبرر ابدا. كموقف للفريق الاخر اللي هو الشباب، يعني ايه لو كان اي، انا اقصد لو اي فريق ما هم من حق الفريق اللي موجود يقولوا لا تكمل. وبعدين ترى احب انبه على نقطه، يعني كل المدربين في العالم يتابعون الفرق اللي حيقابلونها. صحيح. اليوم امر بالنسبه لي بسيط، ما هو امر كبير انا بالنسبه لي، بس انا مستغرب قصه انه يعني مباراه تكون مفتوحه للجمهور. صحيح. وقال انه فلان يعني يطلع، كان من باب اولى انه من اول ما جاء ما يحضر الشوط الاول، قالوا انت غير مرغوب فيك. صحيح. وان كنت ارى انه هذا يعني تصرف الحقيقه ما اشوفه مبرر واشوفه غريب، بل ارى مضحك. يعني هل يفترض ان اداره الفيصلي تعتذر عن هذا الاجراء سمو الامير؟ والله يا اخي انا ما ادري، انا في نهايه الامر ايه يعني احنا يعني طبيعي الحين مدرب، بعدين من الاخ المسؤول في الفيصلي ما هو يعني يقول انه عنده كان اربع مباريات يتفرج عليها، يا اخي ما هو من حقك تحدد لنا نتفرج على ايش ونتفرج على، يعني تكلم عن ناديك لا تتكلم عننا احنا، يتفرج طيب على ايش ويخلي ايش. بالمناسبه يعني انا استغرب انه هو يكون صاحب القرار في ابعاد دول، يعني لو كان مثلا القرار مثلا من نادي الشباب كنت افهم يعني. صحيح. طيب. لكن انه يكون هو صاحب القرار في ابعاد مدرب، من ارجع اقول مره ثانيه ابغى اسال سؤال، لو كان مثلا فيصل ابو سنين هو اللي حاضر وانا مثلا بيطمون عليه قلت له تكفى يا فيصل او اي عضو من الجهاز الفني والشباب وتعلمني، يعني تعطينا تقريرك الفني كيف الفريق بيلعب، هل بيطلب من فيصل ابو سنين المغادره ايضا؟ لا اتوقع لا، ما هو منطقي يعني. طيب بالمناسبه سمو الامير، اليوم عبد اللطيف الحسيني كان حاضر مباراه وديه دوليه بين تايلاند والاردن وهو مساعد مدرب المنتخب السعودي، ويمكن ملامحه مختلفة. في شيء ثاني رجع حكاية انه انا سمعت مداخلة الاخ عبد المحسن من قبل قليل، مع احترامي الشديد له انه يضرب مثل بانه مدرب الشباب ضرب يعني قطع 200 كيلو عشان يتفرج وابعد، يعني ما ادري على اي اساس يتم التفاخر بهذا الامر، يعني كنت اتمنى انه يخفيه ما يقوله، يعني هذه يعني يتكرر مرتين امر غير يعني تراها سمو الامير تبريرات غير منطقية من الفيصلي؟ والله اعتقد غير منطقيه من الفيصلي، وانا استغرب انه الاخوان ايضا في الشباب، يعني حبي الشديد للشباب وعلاقتنا القويه فيهم وعلاقتنا القويه مع كل الانديه، استغرب ايضا انه يعني يتم الاستجابه مع هالامر ويطلب من المدرب انه يعني طرد بالادب يعني. طيب التصرف غير مبرر للامانه. طيب. ولكن في نهايه الامر تبقى مباراه دوريه عاديه. صحيح. المدرب راح عشان يتابع الفيصلي ويشوف كيف حيلعب، وهذا حق مشروع انه المباراه مفتوحه للجميع، ولكن يعني ما هي بنهائي بطوله في نهايه الامر. ابلغك تصرف غريب، هذا كل ما في الامر. سمو الامير ابلغك السيد توماس بهذه الحادثه ولا انت عرفت عن لا انا كلمني الحقيقه خالد المغيربي، انا حتى كتبت في تويتر انه عبد العزيز بن خالد هو اللي ابلغ، والحقيقه كابتن عبد العزيز ما له دخل، اللي ابلغه احد موظفين العلاقات العامه، بس بغض النظر قال لي انه انا طلب مني كذا وقلت لهم حاضر، يعني يقول بس انا استغرب هذا ما قد حصل لي يعني في حياتي ما قد حصل لي كذا، مباراه مفتوحه وفيها جمهور يعني، فيعني كان من باب اولى اني من اول ما جيت يقال لي انت غير مرغوب فيك او انها تقفل المباراه عن الجمهور يعني بامكانهم، طالما انها مباراه وديه لا يرغب في فضح التكتيك. هو الغريب انها مفتوحه يلعب فيه مدرب الفيصلي، يعني كان المفروض انه يعني حفاظا على سريه التكتيك. طيب. واهميته، وانه كان المفروض انه يعني من يكفر هو الغريب انها مفتوحه. سمو الامير يمكن هذا جانب، لكن استثمر وجودك معي، قبل قليل كنا نتحدث عن انباء قد تواترت عن ترشح الامير عبد الله بن مساعد
لرئاسة الاتحاد الآسيوي كان معنا في مداخلة، قال إن الفكرة لم تكن، لعلك تابعت هذه المداخلة. تابعتها أخوي رجل، تابعتها. كيف تعلق؟ عبد الله أنا في رأيي مؤهل جدا إنه يكون رئيس الاتحاد الآسيوي بما يملكه من يعني من خبرات ومن نعم. عقلية يعني كبيرة، بس أعتقد إنه الأمير عبد الله لن يقدم على أي خطوة إلا هو دارسها جيدا، لأن أنا أعتقد إن هذه مسألة لا تعني الشخص نفسه، يعني في نهاية الأمر الأمير عبد الله إذا أخذها المعترك لابد يكون فيه نوع من الدعم ويكون فيه نوع من عمل اللوبينج على ما يعني مثل ما يقال يعني لأنك أنت بتدخل أيضا أمام منافسين موجودين أساسا في الاتحاد الآسيوي وفي دول تدعمهم بشكل أو بآخر، سواء المرشح الصيني أو استركال أو غيره أو غيره، فبالتالي أعتقد أنها مسألة ينبغي التخطيط لها جيدا، وأعتقد الأمير عبد الله هذا الشيء في باله. فيما لو استشارك ستدعمه في هذه المسألة؟ والله اذا كان لا يعني بفكر معاه بصوت عالي، لانه الامير عبد الله اعتقد انه يفكر بنفس الطريقه، ان انت الهدف مو هو بانك ترشح نفسك لرئاسه اي اتحاد ما لم تكن عندك الادوات لضمان انه الترشيح هذا ياخذ الدعم الكامل سواء من المملكه نفسها يعني تدعم الامر والتنسيق مع الاخوان في الخليج، انه في مرشحين ايضا من الخليج يعني. صحيح، فهذه المساله يبغى لها تنسيق كبير، ما اعتقد ان الامير عبد الله حيقدم عليها الا وهو مدرك انه عنده يعني ادوات كبيره للنجاح فيها. نامل ان يجد كل الدعم. شكرا لك سمو الامير عبد الرحمن بن مساعد رئيس مجلس إدارة النادي الهلال متحدثا في الجزئية